تعرف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ طيب انا هقول لك، ده جهاز كشف الكذب اللي هيبين لي انت بتكذب ولا بتقول الحقيقة، لانه متوصل زي ما انت شايف بأعضاء مخك الداخلية المتسرسبة إلى باقي جسمك. جاهز عشان نبدأ؟ جاهز. اسمك إيه؟ آدم محمد محمود السويدي. برافو يا آدم، الجهاز نور أخضر. عندك كم سنة؟ 7. قولي يا آدم، حاسس إنك مرتاح ولا حاسس إنك قلقان؟ مرتاح. مرتاح؟ قلقان. مش عايزك تبقى قلقان عشان انا حبيتك، بس لو قلت الحقيقة هتساعدني ان انا اكسبك عشان انا حبيتك، عشان انت شبه توتي ابن اختي. شبه مين؟ توتي ابن اختي. انا بحب توتي جدا، انت بتحب توتي؟ تحب المدرسة؟ ايوه. برافو. طب قولي، بتحب زمايلك في الفصل كلهم؟ لا. مين اكتر واحد ما بتحبهوش؟ ياسين. ليه مش بتحب ياسين؟ عشان بيقعد يطلبني، ما بيخافش علي. ما بيخافش عليك؟ بيضربك ازاي؟ طيب بيطلبني في البريك ويوقعني. في البريك ويوقع؟ انا هجيب ياسين ده هنا وهوريله، انا هاخد لك حقك. طب قولي، مين البنت اللي انت معجب فيها في المدرسة؟ نورسين. مين؟ نورسين. نورسين؟ تحب نورسين ليه بقى؟ بتخاف علي وبتحبني. انت بتحب الناس اللي بتخاف عليك مش كده؟ حساس انت قوي. انت قلت لها انك بتحبها؟ قلت لها ازاي؟ امتى قلت لها؟ يوم الحد. يوم الحد؟ قلت لها ايه بقى بالظبط؟ قلت لها انت بتخاف عليا وبتحبني. قلت لي ايوه يا حبيبي. طب قولي، ايه الاغنية اللي لما بتسمعها بتفتكر نورسين؟ اغنية حبيبتي أنت. حبيبتي أنت بتاعت كاظم. الله. طب ممكن تغنيها؟ ماشي غنيها. حبيبتي أنت 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 حبيبتي أنت. الله. تعرف بقيتها ولا لأ؟ لا لا، أنا عارفة الحتة دي بس. بس لما بيقول يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضعف قلبي واحدا مثله يكون في حلاوة الدنيا. تفهم اللي أنا قلته ده ولا لأ؟ لا فهمت. يعني إيه؟ يعني اللي أنت تحبها وتخاف عليه. إزاي؟ يعني أنت ما تطلبهاش وتخاف عليه. برافو علي. تعرف ان ضحكتك حلوة؟ اخر سؤال هسأله لك عشان انت فاضل لك نقطة على الفوز الكبير. انت بتحبني؟ ايوه. هخليك تلمس حاجات. بص قدامك، ما تبصش عليا، خليك باصص قدامك وحاول تعرف ايه هي الحاجات دي. ماشي؟ يلا. دي ايه؟ زحليفة. لا مش زحليفة. ها؟ زحليفة. لا اللي تلمسها حلو، ما تدخلش ايدك تاني. ها؟ دي. امسك. عشا. ايه؟ حاول حاول. ليفة. برافو ليفة. شفت بقى كل الحاجات سهلة كده اللي جاية دي. بص قدامك. ماشي. يلا. دي مشت. لا مش مشت. اسمه تمساح. تمساح؟ لا مش عارف. لا استنى استنى. طب خلاص هديك اللي بقى. ها؟
بكل. لا مش كلب. ما تدخلش ايه؟ اسمه ايه ده؟ زحليفة. لا. كلب. لا. قطة. لا. انت قلت جنينة الحيوانات كلها. حاول تعرف. مش عارف؟ لا خلاص عرفت. ايه؟ خليني نسي. طب تاني. كلب. كلب. لا مش كلب. كلب. طب خلاص طلع ايدك كده ثانية واحدة. يلا دخلوه له واحدة واحدة كده من الباب. دخلوه له واحدة واحدة. ها بص كده ياسين، بص لنا. فتح عينك. قرد. فتح عينك. يلا ايه ده؟ وايه ده؟ ايه انت شايفه ايه؟ قرد. بيتزا. ده بيتزا. ايه ده؟ ده بيتزا. يما ايه؟ يما ايه ده؟ هو اللي هيقول لك يما. عامل ايه يا عمر؟ بيتزا. اقول لك عامل ايه تقول لي بيتزا؟ اخبارك ايه يا عمر؟ انا بحب الهمبرجر. بتحب الهمبرجر؟ سيب يا ابني، سيب يا ابني هخبطك بيها يا ابني، ركز معايا. عامل ايه؟ الحمد لله. الايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. بصي بقى، الاوضه اللي احنا فيها دي اسمها ممنوع الضحك، مش عايزاك تضحك خالص. تعرف تكشر؟ بص دلوقتي هنبتدي مع بعض. اول حاجه بتعرف تنفخ البلالين؟ طيب بص، انت خد البالونه دي انفخها، وانا هاخد البالونه دي انفخها. اللي هينفخ البالونه بتاعته اسرع وتفرقع هو ده اللي كسبان، واللي هيخسر هيترش، واللي هيكسب هو اللي هيرش التاني. انا عايزك اكتر اذا ما كنت بتاع العوله غلط عليك. ده انا اللي هرش عليك لو خسرت. خد خد دي، خلاص هي طارت. خد دي مكان، خلي بالك بقى. ارفعها لفوق كده عشان تتنفخ منك بسرعة. جامد. كده يبقى انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ جدوان. انت كده اللي خسران. خد بقى البس دي وانا هرشك. 1 2 ما تخافش ما تخافش. 3 خلاص خلاص، يلا اقلع النضار. تعال تعال ما لبسك. انا هكشر وانت تحاول تضحك. انت ضحكتني وانا خسرت. يلا انت اللي هترشيني بقى. مش عارف بتاعك. عايز انهي واحدة؟ الحملة. الحملة؟ اي استنى، ما تخافش، انت اللي هترشيني مش انا اللي هرش. خد استنى اما اقول لك ابتدي، ما تبتديش غير لما اقول لك. ماشي؟ يلا ابتدي. كفاية. وعدلتك. لا تكريت. اي اي اي. خلاص. انت عملت فيا ايه؟ ايه ده؟ اللي انت عملته فيا ده؟ احنا هنا دلوقتي في اوضه العلوم، عايزين نعرف مدى مستوى ذكائك. انت حاسه نفسك ذكيه ولا غبيه؟ ذكيه. حاسه نفسك ايه؟ ذكيه. ذكيه بكل ثقه مش كده؟ طيب قولي ورايا وبسرعه. ارنبنا في منور انور. ارنبنا في منور انور. لا بسرعه، ارنبنا في منور انور. كلمه دي بتقوليها دي حاجه صعبه، يعني مش عارفه اقولها بسرعه. طب قولي المشمش ده مش مشمش. مشمش ده مش مشمش. ايوه اهو دي سهله. مشمش ده مش مشمش. بسرعه بسرعه. مشمش ده مش مشمش. بسرعه. بصي بقى دلوقتي هتقولي الجمله دي وانتي بسم الله عليك وعلى شلقت صدرك يا ابو عصا. بصي هتحاولي تعدي الخريطه دي اللي قدامك كده كده من غير ما تخلي اللمبه تنور. اوكي
بص انا دلوقتي حطيت دول، فانا بقيت متوصله بالجهاز ده وبالكهرباء، عايزاكي تعديه من غير ما تكهربيني. يلا وانتي بتقولي مش مش ده مش مش مش. يلا. طب اللي كهربتي عامل ايه؟ لا مش هتتكهرب. يلا حاولي. يلا قولي. يلا قولي بقى المش مش ده مش مش مش. قولي مش مش مش. برافو اهو. ايوه انتي كده ما بتكهربينيش. قولي بقى المش مش ده مش مش مش. برافو عليكي. برافو 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 عليكي. قولي المش مش ده مش مش. صوتك كهربك. صوتك كهربك. حاولي تاني وما كهربك. معلش. قولي. لا 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 لا. قولي بقى. معلش. ماشي. قولي يلا. يلا. مش مش مش. يلا. لا لأن أنا جيت الحتة دي هكهربك. لا بلاش. حاولي حاولي. بلاش. حتى لا لا لا. أي. بلاش. أي. بلاش. لا مش بلاش. حاولي. لا بلاش. اي اي اي. انزلي مرة واحدة. انزلي مرة واحدة. انزلي. الحمد لله. الحمد لله. خلاص كده. سبتها. ايوه سيبيها بقى. سيبي. خلي ايدك بقى من هنا. حطي ايدك. حاولي تعرفي ايه اللي جوه. ها. فتحي عينك عادي خلاص. ايه ده؟ ايه؟ ده كتكوت. لا. ما هي بسبب ده؟ لا مش كتكوت. فتحي عينك. فتحي عينك عادي. لا ما بصيش. فتحي عينك بس بس دخلي ايدك. يلا دخلي ايدك يلا عشان الجردل هينزل. يلا لازم تعرفي بسرعه ده ايه. ها الجردل هينزل. حاولي تعرفي. الجردل بينزل. اطلعي الجردل. اطلعي الجردل. ما تلمسوش ما تلمسوش ما تلمسوش. حاولي يلا دخلي ايدك بسرعه. حاضر. شفتي بقى ما بتدخليش ايدك ازاي الجردل بينزل. يلا امسكيه اعرفي ده ايه. قولي ده ايه. قولي. ايوه امسكيه 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 جامد. ايوه ايوه برافو. انت بتشير مني. بتشير منك. لا حاولي تاني. حاولي حاولي حاولي. امسك من ناحيه. ماشي ماشي. ها ايه بقى ايه ده. ها ايوه اعكشي يا ام. عكش عكش. قولي له هعكشك. قولي له هعكشك. عكشك. قولي له مش هتهرب مني وهعكشك. ما تبصيش. قولي له قولي له مش هتهرب منك وهعكشك. مسكته. ايه؟ مسكته. عكشتي؟ اه. عكشتي؟ اه. ايه هو؟ هيهرب مني. هيهرب. طب قولي لي ايه هو؟ ايه؟ كان هيعضني. لا ما عضكيش. هو ما بيعضش. ما تبصيش. ايوه هو هو من هنا. ايوه ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ها؟ قرد؟ لا. ايه؟ ها؟ ها؟ أرنب. برافو أرنب. عكشتي الأرنب؟ آه عكشت. برافو عليك. شفتي بقى؟ آه شفت. حلو إزاي؟ أنتوا عاملين إيه؟ كويسين. أنتوا بتحبوا الضحك؟ ولا بتحبوا تكشروا؟ نضحك. انا بقى عايزاكم هنا تكشروا عشان الاوضه دي اسمها ممنوع الضحك. يعني كده؟ لا نكشر كده. تعرفوا تكشروا؟ وروني كده التكشيره. تعالوا نبتدي باول تحدي. تعرفوا تنفخوا البلالين؟ اه. طيب بص ده ولا الاحمر؟ احمر. الاحمر. خد الاحمر. لكن اسمع تربطها. مش لازم. لا احنا عايزين ننفخها لحد ما تفرقع، واللي بلنته هتفرقع الاول هو اللي هيكسب. ماشي. يلا 1 2 3 ابتدي. حاولي حاولي. حاول حاول. يلا اسرع. برافو يا ادب. يلا يا مايا ادب هيكسبك كده. لا انا عايزه البنت تبقى قويه. خدي يا مايا. طب انت كملي على دي. خدي كملي على دي. انا هخلي التحدي ده بينكم انتوا الاثنين. يلا هشوف مين فيكم الاسرع. يلا 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 يلا. هي اللي كسبت. يلا التحدي الثاني. رش انت اللي خسرت. يبقى انا وهي هنرشها. 1 2 ايه ده؟ ايه الحق اللي وراك ده؟ ايه ده؟ يلا رشي رشي رشي.
يلا التحدي التاني، مين فيكم بيعرف يعمل وشوش بتضحك؟ أنا. أنت اللي هتبتدي لأنك أنت الخسران. خلاص؟ يلا. وبعدين افتح قول 1 2 3 وافتح كده ضحكني. يلا. 1 2 3 1 2. انت بقى دورك عشان تحاولي تضحكيني. يلا. دلوقتي اجيب لكم انتوا الاثنين عصير وهشوف مين فيكم اللي هيخسر، واللي هيخسر هو اللي هياكل اكتر حاجه بيكرهها. اوكي ماشي. 1 2 3 ابتدي. استوب، انا اللي كسبت. لا اصل انت دلق. لا ما دلقتش. استوب، كلنا كوبايتنا كانت قد بعض. استوب كده، انتوا الاثنين خسرتوا. استوب، يبقى انتوا الاثنين هتاكلوا اكتر اكل ما بتحبوهوش. خلاص انتوا الاثنين بقى هتاكلوا دلوقتي. هعمل سباق، اللي هياكل معلقتين اسرع هو اللي هيكسب. يلا 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 بسرعه. يلا لا حط في المعلقه، انا شايفاك. يلا 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 اخر مره. طعمها حلوة؟ حلوة قوي؟ عجبك يعني؟ حبيت؟ مايا كده. مايا هي اللي أكلت أكتر، يبقى هي اللي كسبت. كسبانة عليك. تحاول تقلد لي مايا كده؟ خلاص. أيوة خلاص، إحنا كلنا هنضحك بقى دلوقتي عشان أنتوا الاتنين خلاص كسبتوا، وأنا هشوفكوا في المرحلة اللي جاية. اوكي اوكي باي باي. برافو عليكم شاطرين. باي. عايزه اقول لك مبروك، انت كسبت معانا وطلعت بالمركز الاول. بص انا اخترعت جهاز بيخلي الحيوانات تتكلم. بجد؟ اه، وهو ده الجهاز. أمونتيفا يتكلم تاني. انت عمرك كلمت حيوانات؟ لا. انا كنت عارفة ان انا اول واحدة اخترع الجهاز ده، هخليه دلوقتي يكلمك، بس اوعى تقول لحد. ماشي ماشي. ارنوبي. ايوه. كلم احمد صاحبي، هو ده صاحبي اللي انا قلت لك عليه اللي فاز النهاردة. ايه يا محمين، عامل ايه؟ كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشني. وانت كمان. اتكلم معاه بقى، اقول له حاسس بايه دلوقتي كده. حاسس بايه دلوقتي؟ انا حاسس ببرد. اكون حاسس بايه يعني؟ انت شايفني قاعد لابس فرو بس الدنيا برد. هقوم اجيب له حاجه تدفيه، خلي بالك منه والنبي. ماشي، لو عايز اي حاجه ولا عايز يعمل بيبي ولا حاجه قول لي او اعملها له انت. ماشي، بس خلي بالك منه، اوعى تزعق له ولا تزعله. ماشي. ايه يا ابو حميد؟ الو. في سنه كام؟ في برايمري 1. قبل ما هي تجيب لي حاجه تدفيني، بتعرف تغني؟ هي الاغنيه لها علاقه بالدفى. ايوه يا عم، ادينا بنتسلى واحنا قاعدين مع بعض. ممكن تغني لي اي حاجه بخصوص السنه الجديده؟ تعرف تفصل؟ اسكت شويه. طب معلش، تغني لي حاجه. الله، ممكن تغني لي ميري كريسمس؟ خلاص. طب يلا انا قاعد مستنيك. اسكت اسكت. يلا غني لي. طيب الله. اسكت بقى. طب مش هي وصيتك قبل ما تمشي ان انت لو انا طلبت منك اي حاجه تعملها لي؟ طب اوسكت اغني لي. اوسكت اهو. هتسمعني سكتك؟ انت عايزك تسكت، مش عايز اسمعك تاني. تعالى اقول لك بس على حاجه. لا مش هجيلك. تعالى بس على حاجه. لو انت مش عايز تسكت مش هجيلك. يا استاذ شيخ. خلاص بقى. انا هنادي على استاذ شيخ تشوف لي حل. خلاص. يا استاذ شوشو. ايوه حبيبي. تعالى حقيقي كده في سجاير تحت بعض. خلاني اصدع.
خلاك ايه؟ اصدع. الواد ده كان عايز يخطفني. لا الواد ده كان عايز يخطفني. اقسم بالله لا. لا مسكين. اقسم بالله لا. اخرس مش عايز اسمع اكتر من كده خلاص. اقسم بالله لا. مش هقدر اتخيل اللي حصل. اقسم بالله لا. ليه كده يا انا عمري ما عملت. اسكت اسكت انت يا ارنوب دلوقتي خالص. يا ابو حميد مش هكلمك تاني. عملت له ايه يا صداع انت؟ انت عشان انا خليتك تتكلم هتقعد تدوشني انا في دماغنا؟ ما انا كنت بلعب معايا. الله لا ده واضح ان دماغه لسعت خالص، شكلي زودت الكهرباء. تن يا مشاكل. بلاش مشاكل. خد اعمله لي ملوخيه. ملوخيه ولا تقليه؟ ده بيقلش. شوف ده مجنون ده ولا ايه؟ جدا. يلا معلش. عموما يا احمد انا عايزه اقول لك ان انت كسبت معانا، بس عايزه اقول لك ان انت جالك اعلان كبير قوي، وفي مخرج بعت لك حاجات علشان تختار منها. ماشي. بعت لك هديه وبعت لك شنطه فلوس. شنطه الفلوس دي بص فيها فلوس قد ايه. اقعد مكانك اقعد مكانك. دي بص قدامك حاجه من اتنين، يا تختار شنطه الفلوس دي يا تختار العلبه دي باللي فيها. ممكن يطلع فيها مفتاح عربيه، مفتاح فيلا، مفتاح شقه، يطلع اللي يطلع. تختار ايه بصراحه؟ الفلوس. خلاص ماشي، انا هدي لك الفلوس عشان تجيب بيها حاجات حلوه وتعمل بيها كل اللي انت عايزه. ماشي. خد بقى الفلوس اهي، الشنطه اهي، خدها كلها وحلال عليه. هو ده ورقه ده ولا ايه؟ شفت بقى عشان قلت لك تاخد الهديه. خلاص هاخد الهديه. لا خلاص بعد ايه انت اخترت واللي كان كان. هو انت قلت الاول هي ورقه. ما انا كنت عايزه اشوف انت هتختار ايه. هختار الهديه. خلاص للاسف فات الاوان، لان الهديه كانت مفتاحين، مفتاح شقه ومفتاح عربيه. شفت بقى وانا قعدت اقول لك. مفتاح. ايوه جواها مفاتيح. يعني كل ده مفاتيح. مفتاح اتنين بس. ايوه ما انا عامله لك بقى دي عشان خاطر اخمك. هي اصلا جوه في جيتار، والجيتار متعلق فيه مفتاحين، مفتاح شقه ومفتاح فيلا ومفتاح عربيه. شفت بقى انت طمعت في الفلوس، بس عموما عشان انا بحبك هديلك الهديه دي عشان تاخدها وتروح. مبسوط؟ مبسوط قوي ولا نص نص؟ قوي قوي قوي. وانا كمان مبسوطه ان انت كنت معانا النهارده وبحبك قوي. ماشي. بتحبني وانا بحبك قوي. يلا باي باي. طبعا يا استاذ محمد انا عايزه ارحب بحضرتك جدا، وعايزه اقول لك ان انت نورتني، وان ياسين ده احلى طفل في العالم، ما شاء الله ذكي جدا، غير الأخلاق المصرية الأصيلة مش قادرة أقول لك يعني. وأنا عايزة أقول لك إن ابن حضرتك يعني انبسط معانا النهاردة آخر انبساط، أنت شفت طبعا دلع دلع يعني. بص مفيش حاجة خلاص، مفيش على الحجر غيره، مش كده يا ياسين؟ صح؟ فعايزة أقول بقى لحضرتك دلوقتي إن إحنا هنعمل لك اختبار بسيط عشان لازم نطمن ان الطفل النابغه بتاعنا ده موجود في بيئه محيطه بيه مناسبه ليه. اوكي. طبعا انت عارف ابنك ولا لا؟ عارفه طبعا. عارفه كويس طبعا. قد الكلام ده طبعا. هنشوف. يلا دلوقتي ياسين حط السماعات واستمتع بالمزيكا عشان هتكلم انا وبابا شويه. ماشي. وبعدين هنرجع لك على طول. ياسين ياسين دلوقتي يا استاذ محمد انا ما صدقت ان جت لي الفرصه ان حضرتك طبعا انا وانت لوحدينا. ها ها هاي يا استاذ محمد. ماشي. هسالك بقى اسئله وحضرتك بقى ترد عليا. اوكي ماشي. معلش اسال حضرتك بس سؤال قبل الاسئله وبعيد عن الاسئله، هو يعني في كم شعر ابيض عند حضرتك؟ يعني بحب قوي انا الحاجات دي. شعر كله ابيض. ايه؟ شعر كله ابيض. شعر كله ابيض. تمام. ده انا بحب قوي الشعر الابيض. يا لهوي. ممكن حضرتك تقول لي ايه اكتر اكله
بيحبها ياكل الكفته. الايه؟ كفته. الكفته؟ وحضرتك؟ انا اكله ليا يعني انا؟ اكل حاجه بتحبها؟ ممكن مكرونه عيني. اعمل لك المكرونه عيني من عندي قبل دي. دلوقتي هنبتدي نسال ياسين، نشوف نفس الاسئله. ياسين 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 بصونا يا حبيبي. بصي يا حبيبي، هسألك أسئلة أنا سألتها لبابا، أوكي؟ وعايزاك تجاوب علشان نشوف الإجابات بتاعتكم متطابقة ولا في خطأ ما، أوكي؟ يلا بسرعة، أكلتك المفضلة؟ كفتة. برافو. أكتر لعبة بتحبها؟ الكورة. برافو. بتشجع مين؟ فريق كورة؟ محمد صلاح. برافو. وفريقك المفضل؟ أهلي. برافو. أكتر كرتون بتحبه؟ توم وجيري. برافو. أكتر فنان بتحبه؟ محمد. أيوة، محمد مارادونا. محمد مارادونا. برافو، ثقة في الله رقم واحد. حبك يا أسطورة. مش محتاجين نكمل الإجابات مادام عديتوا النسبة وتناسب ما بين 10 ل 20، فأنتوا كده كده فايزين. ودلوقتي هتقدر تغير شكل باباك على قد ما أنت عايز، ودي هي الجايزة بتاعتك. هوريك دلوقتي ثلاث أشكال. أنت بتحس إن إيه الحاجة اللي ممكن نغيرها في شكل باباك؟ بص معايا كده، بص كده. شايف؟ طب خد يا حبيبي، انت اختار بنفسك. خد شوف كده، اختار اللبس المناسب لباباك وقول لي انا عايز ده يا طنط شوشو. انا حاسه ان الاحمر ده، بما انك بتحب اللون الاحمر صح؟ نجيب له الطقم ده. خلاص تمام. طيب اتفضل دلوقتي يا استاذ محمد، اقفل الكتاب ده وحطه وراك. اتفضل يا استاذ محمد، بس معايا حضرتك هتدخل هنا في الجهاز ده. هنا حضرتك، هنا 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 حضرتك هنا. ايوه، افتح الباب ده، اقفل بقى وراك وامسك الباب لحد ما، ايوه امسكه بقى من جوه كده الباب، امسكه. لا شده على حضرتك عشان بس يغير لك الطعم. قوم يا ياسين، دوس يا حبيبي على الزرار ده، دوس على الاحمر بقى، حاول تدوس على الاحمر. معلش دوس. طب انت طايل ايه؟ طايل ايه؟ انا طايل الاخضر والازرق. طب دوس كده على الازرق يمكن يعمل احمر. يلا طب دوس على البصمه اللي تحتيه، افضل دايس على البصمه دي. لا 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 مش دي، يا لهوي انت دوست على دي. انا انت كده ممكن تغير له شكله خالص. يا ساتر استر يا رب، ده ممكن شنبه يطير. يا ساتر استر يا رب. طب هنعمل ايه؟ طب نفتح كده نشوف. طب اقعد بس، اقعد اقعد بس، وهو هيطلع لما يستوي. غمض عينيك كده، ان شاء الله يطلع لك بالطقم الجديد. اطلع يا استاذ محمد. يا ابو ياسين يا حبيبي. ازيك يا ياسين؟ يا حبيبي. انا ابوك يا ياسين، غيرت لي الشنب يا ياسين. انا ابوك، تعال يا ياسين يا حبيبي. يا حبيبي. حبيبي يا ياسين يا ابني. يا حبيبي، مبروك عليك ياسين. فرحان ببابا الجديد يا حبيبي؟ احضني يا ياسين. احضني بقى، خد الحنان. طب بقول لك ايه يا ياسين، الشكل ده احلى صح؟ لا. لا ليه؟ الشكل التاني احلى. لا الشكل التاني كان فيه شويه شعر ابيض احنا سببناه. لا عايزين الشكل التاني. الشكل لا، هو ده باباك، ده ما بيرجعش خلاص. البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. يلا يا حبيبي، يلا بينا يا ياسين يا حبيبي. ايوه يا حبيبي، خدوا وروحوا. يلا باي باي. باي باي. باي، مع السلامه يا استاذ محمد. استاذ ما هو ده ابوك يا حبيبي.